الفرنجي يؤكد من على مائدة الراعي استمراره في الترشح. بري نصاب الجلسة محسوم ولا حاجة إلى الإثارة. عدة الرئاسة اكتملت في القصر كما في الشارع. لدى وصوله إلى القصر تجرى مراسم الاستقبال الرسمية كما تجرى لرؤساء الدول. الاحتفالات هي مناطقية ورح تعم كل المناطق اللبنانية. للمرأة الفلسطينية يد من حديد. ما بخاف من حكي الناس، أنا واثق من حالي واثق إني بدي أشتغل هاي الشغل مشان أكون مستقبل لأسرتي ولأولادي. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الجديد. بدأ قطاع النقل البري تحركه التصعيدي هذا الصباح في مختلف المناطق، حيث قطع سائقو السيارات والفانات والشاحنات منذ قرابة 6:30 عددا من الطرقات، لا سيما في عاصمة الشمال طرابلس باتجاه بيروت وعكار والضنية، وكذلك قطع أوتوستراد الدورة بالشاحنات، وذلك للمطالبة بإعادة قطاع الميكانيك إلى كنف الدولة. ومن المقرر أن تستقر المسيرات السيارة بنهاية التحرك في ساحة رياض الصلح تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ربما ستكون الأخيرة إذا ما أنجز الاستحقاق الرئاسي الاثنين المقبل. ولمزيد من التفاصيل حول أحوال الطرقات وتحرك قطاع النقل البري تنضم إلينا الزميلة راشيل كرم عبر الهاتف من منطقة الدورة. راشيل صباح الخير. صباح الخير لك لارا، صباح الخير أيضا للمشاهدين. أي ساعة بلش هذا التحرك وكيف تصفين الشارع؟ كلارا، بالأمس كان هناك تخوف كبير من هذا الاعتصام أو من هذه تسكير الطرقات وإغلاق الطرقات، ولكن على ما يبدو حتى الساعة الأحوال طرقات إلى حد كبير مقارنة كما ما كان يتم تهويله هي جيدة إن صح التعبير. يعني نتحدث مثلا عن منطقة الدورة، لا أدري إذا كان بالإمكان الآن أن نشاهد زحمة السير الموجودة في الدورة تحديدا قبل تقريبا 200 متر من مفرق الكارنتينا. كلارا، عند هذه النقطة هناك تقريبا 10 شاحنات إلى 15 شاحنة قد ركنت إلى جانب الطريق، ولكن ما بعد هذه النقطة يعود السير إلى طبيعته. أيضا نتحدث في طريق الدورة بطبيعة الحال الشمال هو قد يكون حتى ساعة من أكثر المحافظات التي التزمت بهذا الإضراب، تحديدا طريق العبدة باتجاه المنيا هي مغلقة عند مستديرة أيضا ساحة عبد الحميد كرامة، أيضا الباصات متوقفة في هذا المكان. أوتوستراد البالما طرابلس وطريق البحرية بالاتجاهين كلارا هي مغلقة. النفق شفتها أيضا بالاتجاهين، ولكن على المشاهدين إذا كانوا يريدون التحرك الآن أن يدركوا بأن ليس هناك تسكير كامل، يعني هناك زحمة سير أكثر من تسكير كامل، بحيث أن الشاحنات المركونة إلى جانب الطرقات والتي هي بشكل فارغ بطبيعة الحال لا تمنع مرور السيارات، ولكن هناك ضغط سير في على مداخل بيروت من الشمال باتجاه الدورة. ولكن كما أعود أذكر بأنه ما بعد نقطة الكارنتينا يعود السير إلى طبيعته، وحتى أن الأمور شبه أكثر من عادية حتى في هذه النقطة. ولكن من وسط بيروت كلارا باتجاه جوني السير عادي، يعني كما هو في كل صباح. نعم. من وسط بيروت باتجاه جوني، إذا مداخل العاصمة هي التي عليها بعض الإشكالات. طبعا زميلنا أيضا حسان الرفاعي سيكون لنا ينقل لنا الأجواء من مناطق أخرى، ولكن أقل ممكن نتحدث بأن الشمال إلى حد كبير ملتزم، وهذا ما أكده أيضا نقيب سائقي الشمال شادي السيد الذي أعلن وهو الخبر الأهم بأن هذا الإضرار سوف ينتهي عند الساعة 9 صباحا، أي تقريبا بعد ساعة ونصف الساعة، وهو أيضا ما يقلق كان جميع اللبنانيين إلى أي ساعة سوف تبقى هذه الطرقات مقفلة. إشارة أيضا أن خلال جولتنا على الطرقات من جونيا باتجاه الدورة والآن أيضا في وسط بيروت وإلى ما هنالك من مناطق، لاحظنا بأن شاحنات والباصات التي كان مفترض أيضا أن تكون هي مشاركة في هذا الإضراب كلارا، الباصات التي تنقل المواطنين، باصات النقل العام موجودة على الطرقات، وبالتالي أي شخص
يريد التنقل، أكان الباصات وأكان أيضا سيارات الأجرة. هناك لاحظنا عدد لا بأس به من السيارات التي تنقل المواطنين الموجودين أيضا على الطرقات للتوجه نحو أشغالهم أو نحو جامعاتهم كطلاب وأيضا كعمال في هذا الموضوع. كلارا. نعم راشيل، طبعا نعود إليك بعد قليل لمتابعة مستجدات هذا التحرك، وننتقل إلى الكولا حيث يتجمع السائقون تمهيدا للسير بمسيرات سيارة إلى ساحة رياض الصلح. الزميل حسان الرفاعي يوافينا بالتفاصيل. حسان صباح الخير. صباح الخير كلارا، بالفعل نحن موجودين الآن في منطقة الكولا حيث حركة السير شبه طبيعية ليست كالعادة بسبب التجمع الذي بدأ الآن. انتقلنا بين منطقة السفارة الكويتية والكولا، لا قطع للطرقات، التجمع يجري على جانبي الطريق، تقتصر العملية على إيقاف السيارات العمومية والفانات وإنزال الركاب منها. لمزيد من التفاصيل حول كيفية إجراء الأمور في بيروت، في محافظة بيروت، التجمعات ستكون في منطقة دورة الكولا والكفاءات ومثلث الكوكودي، لتتجه بعدها إلى منطقة إلى ساحة رياض الصلح لانتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء فيما خص مطالب النقاب، فيما خص مطالب الاتحادات والنقابات. نعم. للوقوف أكثر على هذه المطالب معنا السيد علي محدين وهو نائب رئيس اتحاد النقل البري. أستاذ علي، شو أبرز المطالب يلي حضرتكم عم تطلبوها اليوم؟ أولا بالمبدأ نحن عم ندافع عن الدولة وعن الالتزام من مجلس الوزراء والالتزام مجلس الوزراء بالدستور وبالقوانين النافذة، واحتجاجنا على تجاهل مجلس الوزراء على هذا الأمر لأنه هو كله على بعضه هو مخالفات قانونية. أولا نحن عم ندافع عن الدولة، عن المواطنين، لأنه مسألة وطنية هاي، عم ندافع عن المواطنين والسواقين لأن جزء منهم. اثنين، عم يفرضوا ضرائب ورسوم جديدة بدون وجه حق. ثلاثة، عم يسخروا الملكية العامة وإدارات الدولة لمصالح خاصة لجني أرباع على حساب الناس وحساب الخزينة. فنحن بهذا الموضوع صرنا أكثر من شهرين نرفع الصوت، والتقينا مع المسؤولين، وزير الداخلية بلقائنا معه قال أدبوا مذكرة وأنا برفعها على مجلس الوزراء، بأسف ما لم يرفعها. قدمناها لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أيضا رفع مكتوب بنفس الموضوع لإلغاء هذه الصفقة الفضيحة اللي هي جزء من منظومة الفساد، ونحن عم نكسر حلقة من حلقات الفساد. انحكى كثير عن اغلاق طرق ببيروت وانه العالم ما حتقدر توصل على اشغالها، بس خليني كفي نطفي. فنحن اليوم بما انه مجلس وزراء اخر جلسه لإله، عليه ان كسلطه تنفيذيه يلتزم بالدستور والقوانين، يلغي هذه الصفقه ويعيدها الى الدوله كونها صارت ملكيه عامه لانه خلص البي او تي، واليوم تشغيلها صار غير قانوني لسببين اساسيين. السبب الاول ما مدلوا لشركة الفال اللي هي السارق الأكبر الأول، ومجلس الشورى الدولي وقف التنفيذ لأنه غير قانوني وغير دستوري. ثلاثة، على مجلس الوزراء اليوم هذه الصرخة اليوم السلمية الاحتجاجية لرفع الصوت، على مجلس الوزراء أن يرتقي إلى مستوى المسؤولية، إلى مسؤولية النقابات، ويكون بمستوى المسؤولية الوطنية والتنفيذية ويلغي الصفقة ويعيدها إلى الدولة. أستاذ علي، حكى كثير عن إغلاق طرق. شو؟ ألو؟ نعم حسان، ما زلت معنا مباشرة. انحكى كثير عن إغلاق الطرق وعن أنه الناس ما حتقدر توصل على أشغالها، هذا الأمر ما عم نشوفه ببيروت أو على الكولا تحديدا. فينا نعرف أكثر شو المطلب اللي أنتم كنتوا طالبينه من السائقين؟ طبعا نحن طالبين من السائقين أن يتجمعوا سلميا وحضريا، وعلى كل مواطن وكل سواق أن يلتزم
بالدفاع عن نفسه مش عن حدا، لأنه هذه المسألة وطنية عامة بكفي سرقة وفساد للبلد. فهي بناء عليه تجمعات من الطبيعي أنه يصير في أخذ مساحات من الطرقات، ومن الطبيعي أنه يقف السير بأشكال مختلفة. نعم. نقيب السائقين بالشمال طمن الناس أنه الساعة تسحب تفتح الطرق. هون أي ساعة فينا نطمن الناس أنه تبلش تفتح الطرق؟ الساعة 9 هي ساعة الصفر لانطلاق المسيرات بكل لبنان وبكل شوارع بيروت. اللي بدها هي نازلين على ساحة رياض الصلح لنقول لمجلس وزراء تحمل مسؤوليتك كونه آخر جلسة هاي، وما تحملوا أعباء جديدة على الحكم الجديد. فهي آخر جلسة يتفضلوا يتحملوا مسؤولياتهم ويأخذوا القرار المناسب بالحفاظ أنه هني مسؤولين عن. نعم حسان، إذن يبدو أن الاتصال مع حسان الرفاعي قد انقطع. نعود إليه وإلى زميلة رشا الكرم بعد قليل ونتابع النشرة. أكد وزير التربية الياس بوصعب أن هناك مطالبة بإقفال المدارس يوم الاثنين تزامنا مع جلسة انتخاب الرئيس، والموضوع يدرس جديا، مشيرا إلى أن هناك وقتا حتى الاثنين. وقال بوصعب أن يوم الثلاثاء يوم عيد جميع القديسين ليس يوم تعطيل رسمي، إنما هو يوم تعطيل في المدارس الكاثوليكية. وأضاف أنه وعد بأخذ مطالب التلامذة بعين الاعتبار، خصوصا أنه في آخر أيامه كوزير في هذه الحكومة. الوزير السابق سليمان فرنجي يؤكد من الديمان استمراره في الترشح لرئاسة الجمهورية. قبل 5 أيام من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، زار المرشح الرئاسي الوزير السابق سليمان فرنجي الديمان، حيث بحث والبطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي في المستجدات السياسية في الجناح البطريركي. فعقدت خلوة على الشرفة استمرت نحو 45 دقيقة، استبقى بعدها البطريرك الراعي النائب فرنجي إلى مائدة الغداء. وأكد فرنجي في دردشة إعلامية أن الأجواء كانت ممتازة، لافتا إلى أن لقاء صاحب الغبطة أمر طبيعي قبيل الجلسة الانتخابية المقبلة. وردا على سؤال أكد فرنجي استمراره في الترشح. رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى جلسة تعقد عند الساعة 12 من ظهر يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية. وفي الإطار نفسه أكد بري أن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية معروف ومحسوم، فما دام قد تلي محضر الجلسة السابقة وصدق فنحن أمام جلسة بدورتين إذا لم يفز مرشح في الدورة الأولى، ولا حاجة إلى الإثارة واللغط. وجدد القول في دردشة مع الوفد الإعلامي المرافق في جنيف إنه سيحضر جلسة الانتخاب هو وكتلته، مؤكدا مرة أخرى الجهاد الأكبر بعد انتخاب الرئيس، وأن العنصر الأساسي فيه هو قانون جديد للانتخابات. خريطة احتفالات الشارع العوني شبه جاهزة ولم تقتصر على يوم التنصيب. إذا كانت التحضيرات في مجلس النواب جارية لوجستيا وسياسيا لجلسة الاثنين المقبل، وإذا كانت دوائر قصر بعبدة قد بدأت تستعد لما بعد الجلسة، فإن مركزية التيار الوطني الحر تهيئ جميع التحضيرات في بيروت وسائر الأقضية لبدء الاحتفالات بعدما وجدت أن الأجواء السياسية مؤاتية لفوز العماد ميشيل عون في 31 من الجاري. في وضع العتيد يعني الحاضر المهيئ، نحن مهيئون، مدينا الإيد للكل، عملنا خطاب مطمئن للجميع. يوم عن يوم منسوب التأييد عم بيزيد حسب ما عم نلمس. المطلوب من الآخرين من أجل إنجاح هذا العهد أنه نقتنص هالفرصة اللي توافقوا فيها غالبية اللبنانيين على شخص العماد عون، ومع تأييد دولي نحن انتزعناه. بالأول كان هو يملى علينا، هالمرة نحن انتزعناه لأنه ثبتنا وحدتنا.
غدا لن تكون هذه جمهورية العماد ميشيل عون، ستكون جمهوريتنا جميعا. الاحتفالات عند التيار شعبية لا حزبية بعد سنتين ونصف من الفراغ. النواب والمسؤولين كل واحد بقضائه رح يحتفلوا بالطريقة اللامركزية، إلى حين الساعة 8:30 الاحتفال المركزي، بتوجهوا كل العالم على الاحتفال المركزي بموضوع الصور وبالمواضيع اللوجستية. التيار الوطني الحر حاضر ومنتشر بكل لبنان، وهو رح ينظم كل هيدا اللقاءات. الاحتفالات ستبقى لا مركزية حتى مساء الاثنين لتصبح احتفالا مركزيا بعد أن يكون العماد عون قد توجه مباشرة إلى بعبدة حاملا صفة فخامة الرئيس. الساعة 8:30 رح يكون في نشاط مركزي، رح يكون يا بالعاصمة يا بساحل المتن. هذا الاحتفال هو احتفال رح يضم أكبر نخبة من الفنانين اللبنانيين اللي حضروا أغاني لهالمناسبة. 26 الثاني إن الله راد رح يكون عماد عون صار بالقصر، رح يكون في مسيرة الشعب يرجع على بيت الشعب. عند العونيين المسار اللوجستي يتطابق ومثيله السياسي، إذ أن الحديث عن مفاجآت غير سارة لهم بات من الصعب تحقيقها، فكل دائرة تنجز ما طلب منها تحسبا لأي مفاجأة لوجستية فقط لا غير. باسل العريضي، قناة الجديد. الاستعدادات البروتوكولية لاستقبال رئيس الجمهورية بدأت. من ساحة النجم إلى قصر بعبدة بدأت الاستعدادات الأمنية واللوجستية لاستقبال رئيس الجمهورية 13 في بروتوكول اتبع منذ استقلال لبنان ويقضي بانعقاد جلسة المجلس وتصويت النواب، ثم يدعو رئيس المجلس النيابي الرئيس المنتخب لأداء قسم اليمين الدستورية وتلاوة الخطاب، ويستقبل المهنئين من النواب في ساحة النجمة، ويصبح بعد ذلك في عهدة لواء الحرس الجمهوري الذي يواكبه مباشرة إلى قصر بعبدة، حيث يستقبل على وقع موسيقى التعظيم. وقد بدأت حملة تنظيف محيط المجلس النيابي فيما يشهد قصر بعبدة ورشة مماثلة تصل إلى تأهيل وتجديد غرف القصر ليرفع العلم مع دخول الرئيس، وتعود المياه إلى مجرى نافورة القصر. لدى وصوله إلى القصر تجرى مراسم الاستقبال الرسمية كما تجرى لرؤساء الدول، من استعراض لسلة الحرس وكل هالمراسيم البروتوكولية. يصافح الرئيس كبار مستقبلي يتقدمهم المدير العام لرئيس الجمهورية ومدراء المكاتب ورؤساء الفروع، وفور نزوله من السيارة تنطلق نافورة المياه. نافورة المياه يعني إلى معنى رمزي شوي، هي عودة الحياة إلى القصر الجمهوري، والرئيس صار بمكتبه. بما أنه ما في رئيس جمهورية، يتولى رئيس التشريفات تقليد الرئيس الوشاح الرسمي اللي هو بشان الصورة التذكارية. بعد ذلك يعقد اجتماع عمل إذا صح التعبير بين وبين مدير عام رئاسة الجمهورية تحضيرا لمراسيم قبول الاستقالة والتكليف يعني، وتحضير الاستشارات النيابية يلي يفترض إذا الرئيس انتخب بنهار الاثنين، يعني على أبعد حد يفترض نهار الأربعاء أنه تبدأ الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة، لأن بيكون نهار الثلاثة رئيس الحكومة قدم استقالته أو وضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية. وحدهما الرئيسان بشير الجميل ورونيم عوض لم يتسلما مهماتهما، ولم يجلسا على كرسي عرف الفراغ مرارا، وما زال ينتظر لإنهاء شغوره. ألين حلاق، قناة الجديد. لطالما وصف عون مجلس النواب بغير الشرعي، لكن هذا المجلس هو نفسه الذي سينتخبه رئيسا، وإلا يفوز بصوت واحد. بعد سنتين ونصف من الفراغ الرئاسي، أخيرا سيصبح للبنانيين رئيس للجمهورية، لكن المجلس النيابي الذي سينتخب الرئيس غير شرعي في نظر من قد يصبح رئيسه. الأكترية الحالية غير شرعية، مش مسمح لها هي تنتخب الرئيس. المجلس كله غير شرعي بما فيهم أنا. رأي العماد ميشيل عون في المجلس النيابي لم يتغير، وهو ما كرره في الرابع من الشهر الجاري. إذا المجلس مش منتخب لولاية جديدة عند نهاية ولايته، لا يتمتع بالشرعية الشعبية. وقد يسأل سائل، كيف يقبل عون أن ينتخبه من هم غير شرعيين في نظره؟
إذا مجلس النواب ما عاد رجع للشعب بيكون هو غير شرعي بالنسبة للمفهوم إجمالا، وقال هو عن نفسه، قال أنا قلت عن نفسي كمان غير شرعي، بس بذات الوقت لأنه موجود وعم بيشرع بده يعترف فيه ميشيل عون إجباريا، لأنه هيدا هو قال أنه هيدا مجلس قانوني لكن مش شرعي، بس لأنه ما رجع للشعب مصدر الشرع لحتى يعني الشرعية حتى يثبت له وجوده. عون يرى أن المجلس غير شرعي بسبب التمديد مرتين متتاليتين، في الثانية تنتهي ولايته في حزيران عام 2017، لكن من بين هؤلاء النواب نائبا شرعيا وحيدا هو النائب أمل أبو زيد. النائب الذي انتخب في الانتخابات الفرعية في جزينة في أيار الماضي، وبطبيعة الحال لم يكن من بين الممدد لهم، فهل يكون الصوت الشرعي الوحيد؟ رئيس سليمان فرنجية اللي كان مرشح ضد الرئيس ضد الأستاذ الياس تركيس طلع الفرق بيناته صوت واحد، ويومتها الله يرحمه الأستاذ غسان تويني كتب مقالة قال صوت الشعب، الصوت الواحد هو صوت الشعب. لهالسبب هون في ناس هلأني عم يشغلوا مخيلتهم ليقولوا إنه هذا الصوت الشرعي الوحيد اللي أخده ميشيل عون والبقية أخده من أصوات غير شرعية. ما نحن أمامه اليوم يختلف جذرياً عما جرى عام 70، يوم لم تكن العبقرية اللبنانية قد تفتقت عن اكتشاف التمديد بعد. وإذا افترضنا أن النواب غير الشرعيين استبعدوا ومنعوا من التصويت، فإن عون سيفوز بصوت شرعي واحد على خصومه، هو صوت النائب العوني أمل أبو زيد الذي سيقترع حصراً للجنرال. نعيم برجاوي، قناة الجديد. نواب تيار المستقبل المعارضون باتوا أقلية ويميلون إلى التزام قرار الرئيس سعد الحريري. لم يكد الرئيس سعد الحريري يلمح إلى استدارته باتجاه ترشيح الجنرال عون لرئاسة الجمهورية حتى انتفض جزء من نوابه رفضاً للترشيح. بورصة المناوئين استقرت مع تبلور المشهد السياسي عند 14 اسماً، قيل أنهم لن يلتزموا قرار قائد التيار، لكن الأسماء على اللائحة بدأت بالتقلص. نائب البقاع أمين وهبي كان من أبرز رافضي ترشيح الجنرال عون. كان في خيارات سياسية، تعرف نحن كنا بخيار وهو كان بخيار، انطلاقا من الخلفية السياسية أنا كنت بعتبر الجنرال عون هو مثل ما هو بيقول هو مرشح حزب الله، نحن كنا رافضينه، كان عندنا مرشح غيره. سقط من اللائحة الرافضة أسماء كل من النائبين قاسم عبد العزيز ورياض رحال، لذين أوضحا أنهما لم يعارضا أساساً وأنهما ملتزمان قرار الرئيس الحريري. كذلك التزم النائب خالد زهرمان. أما النائب معين المرعبي وزميله نبيل دفريج فرفضا التعليق سلباً أو إيجاباً، معتبرين أن الاقتراع سري ويجب أن يبقى كذلك. النائب أمين وهبي عاد لينضم إلى ركب رئيسه. في شغلتين تغيروا، الشغلة الأول اللي تغير أنه اللي صار في تفاهم بين الجنرال عون والرئيس سعد الحريري هي واحد. الشيء الثاني اللي تغير أنه وصلوا بالبلد إلى مكان أصبح البلد أمام خطر الانهيار الشامل، يجب علينا أن نختار بين أن نقف عند فكرة جامدة وبين أن نقرأ المستجدات والمتغيرات ونختار مصلحة البلد. لا يرى النائب الأزرق أن الاقتراع لعون هو خيانة لمبادئه، أما مصادر الجديد فتؤكد أن ثلاثة من النواب المعترضين سيلحقون بوهب في القبول. المبدأ في العمل السياسي أن تختار مصلحة بلدك، هالفكرة ممكن تكون بساعة مفيدة، بساعة تانية بتكون ربما أو مش مفيدة أو ربما تكون ضرورة لا تسمح بها، وبالتالي أنت مطلوب منك موقف عملي. مرات البلد بيكون قدام خيار أن يختار بين الجيد والجيد جدا، تختار الجيد جدا، ومرات بتكون قدام خيار تختار بين السيء والأسوأ، تختار السيء. ما حدا عم بيقول أنه انتهت، هاي مش نهاية الدنيا. الأمور السياسية التي نعتبرها يجب النضال من أجلها من أجل مصلحة لبنان ومستقبل لبنان واستقرار لبنان سنستمر فيها. هم خمسة معارضين ثابتين على موقفهم، لن ينقص عددهم بحسب ما تنقل مصادر التيار الأزرق، وفي جلسة الاثنين يتبين اللون البرتقالي من الصوت الأزرق. حسان الرفاعي، قناة الجديد. بعد الفاصل، جملات يخسر أمينة سره.
أهلا من جديد. الحزب التقدمي الاشتراكي يشيع اليوم المقدم شريف فياض في بلدته بشتفين، والنائب وليد جملاط ينعاه واصفا إياه بأغلى الرجال. بعد صراع مع المرض توفي أمين السر العام السابق في الحزب التقدمي الاشتراكي المقدم شريف فياض عن عمر ناهز 80 عاما. ولد فياض في بلدة بشتفين الشوفية، تخرج ضابطا من المدرسة الحربية عام 61 وتقاعد برتبة مقدم عام 78. انتسب بعدها مباشرة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي وعين قائد قوات الشهيد كمال جنبلاط في العام نفسه، كما تسلم مراكز عديدة في الحزب التقدمي الاشتراكي آخرها انتخابه مجددا أمين السر العام في الحزب عام 2011. رحل فياض وفي جعبته مسؤوليات ثقافية أنجزها على أكمل وجه، وأوسمة نالها عن جدارة، وكتاب من مؤلفاته عنوانه نار فوق رواب الجبل. وكما رافق فياض الشهيد كمال جنبلاط في مسيرته الحزبية والوطنية، كذلك بقي مع نجله النائب وليد جنبلاط في مختلف الظروف ونال ثقته وتقديره. وفور أعلان نبأ الوفاة كتب جنبلاط عبر تويتر واصفا إياه بأغلى الرجال وأشرف من رافقهم في مسيرة حياته السياسية والحزبية والشخصية، وتوجه إليه بالقول إن كل الكلمات تعجز عن إيفائك في مسيرة نضالك وإخلاصك لكمال جنبلاط وللحزب التقدمي الاشتراكي، وأشار إلى أن فياض رافقه في أصعب الظروف وحامى عن المختارة في أوج الصعاب، مستذكرا عيشهما معا أيام التلاحم الوطني اللبناني الفلسطيني، أيام العز العربي الذي ذهب إلى غير رجعة، مستحضرا كما من ذكريات لا تحصى ولا تعد مع رفيق دربه الحزبي والسياسي في السراء والضراء. وختم: يا مقدم، تغيب عن هذه الدنيا راضيا مرضيا بعد عناء بطولي في مواجهة المرض. صفحة أخبار سياسية في هذا التقرير. في قصر المختارة التقى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد في حضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي ونائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية المحامي دوريدياغي. وتخلل اللقاء بحث في آخر التطورات والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، وقد استبقى جنبلاط ضيوفه إلى مائدة الغداء. في مؤتمر تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز في لبنان، لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، فكيف الحال بعد إجراء الانتخابات الرئاسية؟ كمان كتير لأول مرة رح يكون، إذا الله راد، برجع بقول عندنا رئيس مش صنع في لبنان 99.99%، 100.200% صنع في لبنان. أنه دول العالم ما حدا بده انتخابات، مش ما حدا بده، ما حدا هامه هلا، بعض الدول ما بدها انتخابات بمرة بلبنان. وبالرغم من هالموقف وبالرغم من هداك الموقف، بمجرد ما تفهموا بعض القوى السياسية بلبنان، قدروا وصلوا، برجع بقول إذا الله راد، لأنه بعد في 4 أيام، قدروا وصلوا على أنه يعملوا انتخابات رئاسية صنع 100% في لبنان. بدعوة من رئيس جمعية النور للعمل الإنمائي هيثم مبيض، عقد لقاء طرابلسي دعما لمواقف الرئيس سعد الحريري وتبنيه ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. إن خط الدفاع عن الدولة الآن هو بانتخاب رئيس لها، لأنه السبيل الوحيد لمواجهة حتمية ابتلاع هذا البلد من قبل قوى الأمر الواقع. لا أظن أن أحد بيننا قصر يوما أو تراجع عن المواجهة وبشكل شرس، ودعما لتلك المواجهة الآن علينا ومن دون تحفظ دعم جهود الرئيس سعد الحريري. ولفت المجتمعون إلى أن الواجب في ظل مشروع تفكيك الدول العربية المجاورة والتخلي الدولي عن لبنان حماية الوطن ومن يمثل. نجت سائق سيارة رابيد بأعجوبة بعد تعرضها لإطلاق نار من العدو عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. أكدت قيادة الجيش اللبناني ألا صحة لما أوردته بعض وسائل الإعلام التابعة للعدو الإسرائيلي عن إطلاق نار من سيارة داخل الحدود اللبنانية باتجاه موقع للجيش في مستوطنة المطلة، أدى إلى إصابة جندي، فيما ذكرت معلومات نقلا عن مصادر أمنية أن الجندي قد أصيب عن طريق الخطأ من سلاحه الحربي، واليونيفيل فتحت تحقيقا في الحادث. وبعد ساعات نجا سائق سيارة رابيد من التابعية السورية يدعى عبد الرزاق يونس جوجة بعد تعرض
تعرضه لإطلاق نار من جانب العدو الإسرائيلي على الطريق العام بين كفركلة لعديسة. وفي التفاصيل أن جنود العدو وجهوا نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه الأراضي اللبنانية على خلفية ما زعمته وسائل إعلام عن إصابة جندي إسرائيلي بطلق ناري مجهول المصدر قرب الحدود مع لبنان. وقد أدى إطلاق النار إلى إصابة السيارة التي يقودها عبد الرزاق وبجانبه طفل بطلقتين. أنا والصبي رايح على كفركلة وصلح السيارة، فجأة بقواص، كنت فوراً وضيت رأس الولد وخليك تحت وأنا كفيت لازم مثلاً. وقد سجل استنفار لجيش العدو الذي استخدم آليات عسكرية مؤللة ونشر جنوده في بساتين مستعمرة المطلة بمحاذاة السياج التقني في مقابل الطريق العام في كفركلة. لليوم الثالث تواصل السفارة القطرية تقبل التعازي بوفاة الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. مزيد من المعزين توافدوا إلى مبنى السفارة القطرية لتعزية السفير علي بن حمد المري والقائم بالأعمال سلطان الكبيسي وأركان السفارة بوفاة الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، بعدما فتحت السفارة أبواب تقبل التعازي في مقرها في الجناح لليوم الثالث والأخير. خليفة كان صديق، كان أخ كبير منذ زمن طويل، وهو ربطته مع والدي الشيخ بير جميل علاقة خاصة، وانتقلت هذه الصداقة إلى كل الأسرة، أسرة آل جميل، وكان سند أساسي في خلال عهدي. ونحن دائما ننظر للعلاقة بين قطر ولبنان كأشقاء أعزاء وفي السراء والضراء. لأننا سنفتقد طويلا الراحل الكبير، ونعتقد أن القيادة القطرية بخير والحمد لله، وأن الشعب القطري الذي نعرف مدى العلاقة وعمق مع الشعب اللبناني سيستمر. في هذه المناسبة الأليمة مؤكدين دائما على أواصر العلاقة بين لبنان وقطر. قطر البلد الذي وقف دائما بجانب لبنان في كل المآسي. تمن واجب هو تأكيد على علاقة الأخوة بينه وبين الأسرة الحاكمة الكريمة بقطر، وكمان علاقة الأخوة اللي بتربط لبنان بالدولة القطرية الشقيقة اللي دائما عم تلعب دور الشقيق الداعم والموفق بين كل المكونات اللبنانية. دولة قطر نحن نعتبرها دولة عزيزة علينا، ودائما كانت إلى جانب لبنان بكل المحن اللي مرت علينا. واتصل بالسفير القطري معزيان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. بعد الفاصل قصف مدرسة في إدلب. أهلا بكم من جديد. أعلن عمال إنقاذ والمرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل نحو 26 شخصا معظمهم من تلاميذ المدارس في ضربات جوية نفذتها طائرات حربية سورية أو روسية على أحدى قرى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة. وأكد المرصد أن الطائرات الحربية ضربت مواقع عدة في حاس أحدى القرى في إدلب، بينها مدرسة ابتدائية ومتوسطة، فقتلت مدرسا إلى جانب الأطفال، فيما قالت شبكة الدفاع المدني السوري التي تعمل في مناطق تسيطر عليها المعارضة إن الضربات أصابت منطقة سكنية ومدرسة في القرية، وإن نحو 20 من القتلى هم أطفال. ونسب تقرير لتلفزيون راسبي إلى مصدر عسكري قوله إن عددا من المتشددين قتلوا عندما استهدفت مواقعهم في حاس، لكن التقرير لم يأتي على ذكر مدرسة. وأظهرت صور التقطت من مكان الحادث مباني تحولت جدرانها إلى أنقاض، بينها ما يبدو أنها مدرسة التي انقلبت كراسيها وطاولاتها وغطاها الغبار. للمرة الأولى منذ إطلاق أنقرة عملية درع الفرات في شمال سوريا، الجيش السوري يستهدف عناصر الجيش الحر المدعوم من تركيا.
اتهم الجيش التركي طائرات هليكوبتر رجح أنها تابعة لسلاح الجو السوري بإلقاء براميل متفجرة على عناصر بالمعارضة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين وإصابة آخرين. وذكر الجيش السوري في بيان أن القصف استهدف مقاتلين في قرية قرب بلدة أخترين التي تقع على بعد 5 كيلومترات جنوب شرقي دابق. يأتي ذلك عقب التحذير الذي وجهته قيادة الجيش السوري إلى تركيا من أي تقدم باتجاه مواقعها في شمال وشرقي حلب، مؤكدة إن أي تقدم سيتم التعامل معه بحزم وقوة. التحذير جاء على لسان قائد العمليات الميدانية للقوات السورية خلال جولة على جبهات القتال شمال حلب في تصريح له وفق وكالة رويترز. وأعلن القائد الذي لم يكشف عن اسمه أو جنسيته أو انتمائه إن أي تقدم سيمثل تجاوزا للخطوط الحمراء، وقال لن نسمح لأي كان بالتذرع بقتاله لداعش التمادي ومحاولة الاقتراب من دفاعات قوات الحلفاء. بالتزامن ردت أنقرة على تهديد دمشق، حيث أكد وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو أن بلاده لن توقف عملياتها داخل سوريا. القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد تواصل قصف مقاتلي المعارضة بدلا من تنظيم داعش الإرهابي. عمليات الجيش التركي لتطهير منطقة الحدود من التنظيم الإرهابي ستستمر حتى تسيطر القوات المعارضة المدعومة من أنقرة على مدينة الباب السورية. وعلى الجبهة الحلبية صد الجيش السوري وحلفائه هجوما عنيفا شنته عصابات جبهة النصرة فتح الشام مدعومة بعدد من الفصائل الإرهابية على مواقع الجيش جنوب حلب، موقعا عشرات القتلى في صفوف المهاجمين ومدمرا آلياتهم بالصواريخ الموجهة التي احترقت بمن فيها. وبث الإعلام الحربي مشاهد لقتل الإرهابيين في تلة الدفاع الجوي في حلب. بعد مقاومتها بالسلاح، المرأة الفلسطينية تقاوم بامتهان الأعمال الشاقة. تقرير نزار حبش. منشار وشرار وساعد ثوي، رنيمة صفدي التي تبلغ 30 عاما من قرية عريف قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة، لا تأبه بعادات وتقاليد وذكورية المجتمع القروي، تطوع الحديد بأنامل كانت يوما ناعمة، رافضة اقتران المهنة بجنس صاحبها لتصبح أول حدادة في فلسطين. جوزي كانت حال في حال مرضية شوي، ما كان يقدر إنه يطلع يشتغل عند حدا برا أو إنه يروح داخل الخط الأخضر يشتغل، فاضطرنا إن نفتح هاي الورشة بجنب بيتنا، بقص وبلحم وبجمع بواب وشبابيك، وبعرف الكياسات وبعرف شو الورشة بدها وشو أنا أبدأ أجيب سجل طلبيات حديد وشو أنواع الحديد ومقاساتهم. أنا ما بخاف من حكي الناس، أنا واثق من حالي وواثق إني بدي أشتغل هاي الشغل مشان أكون مستقبل لأسرتي ولأولادي. بعيداً عن الحدادة، ساعد الأنثوي ذاته يقود قارباً في قطاع غزة. مادلين كلاب ابنة 20 عاماً، أول صيادة سمك في فلسطين وأول امرأة تقود قارباً لجولات سياحية. هدفها الرئيس مساندة أسرتها مادياً في ظل ارتفاع معدلات الفقر لأكثر من 70% في القطاع المحاصر. مهنة الصيد كانت هواية وصارت مع الوضع اللي أنا عايشها مهنة، ولحد الآن مهنة ولحد بكرة حضلها مهنتنا، لأنه إحنا مهنة الصيد يعني منورسها عن أجدادنا. يعني أنا أبويا صياد وسيدي صياد وجدي صياد وجدي صياد، فإحنا منتبادل المهنة ولازم إنه إحنا نوصلها لأولادنا ولأولاد أولادنا، فأفكرش إنه أسيبها بالمرة. المرأة الفلسطينية خاضت في معظم المهن التي كانت يوماً حكراً على الرجال، لكن ذلك لا يعني أبداً أن المرأة لا تعاني من ذكورية المجتمع. المجتمع تاعنا ما زال ينظر إلى المرأة نظرة دونية، ما في هناك خلينا نقول إرادة ورؤية لكيف إحنا بدنا نترجم مفهوم المساواة اللي نص عليه وثيقة الاستقلال. عندنا أعداد كثيرة من النساء ما زالت تعنف، وهناك عدد من النساء ونسبة مرتفعة بعدد النساء اللي تم قتلهم على ما يسمى بخلفية الشرف.
ووفقا لجهاز الإحصاء الفلسطيني فقد بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 19.1%، فيما بلغت نسبة مشاركة الذكور 71.9%، حيث تزيد عن 3 أضعاف مشاركة النساء. 3 وزيرات في الحكومة الفلسطينية، 5 سفيرات إضافة ل17 برلمانية. لا مهنة مستحيلة أمام امرأة تنجب المناضلين وتسبقهم إلى ساحات النضال. من فلسطين المحتلة نزار حبش، قناة الجديد. ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت، ونبدأ مع النهار التي عنونت لهذا اليوم: استعدادات احتفالية تسابق الشكوك الأخيرة، جملات حلقة حاسمة واستشارات سريعة للتكليف، واشنطن ولندن تتوقعان معركة الرقة في أسابيع، تركيا تواصل عملياتها بسوريا رغم تحذير دمشق. إلى السفير التي عنونت: الثلث المعطل متعذر ووسطية سليمان عائدة، هل تدفن حكومة العهد الأولى اتفاق الدوحة؟ هكذا اخترق الكي جي بي إسرائيل. إلى صحيفة الأخبار: جملات حسم خياره والكتائب يدرس عدم الخروج عن الإجماع المسيحي، السعودية تبارك انتخاب عون، الهرمل فيدرالية العشائر. في عناوين الأنوار: بري انتخاب الرئيس على 2، وجملات يتمهل في إعلان موقفه، الجيش ينفي مزاعم إسرائيل. وأيضا في الأنوار: القوات العراقية دمرت 95 سيارة مفخخة أرسلها داعش، عاهل البحرين يجري محادثات مع ملكة بريطانيا ورئيسة حكومتها. في عناوين صحيفة الديار: عروض الملايين في كل الاتجاهات تلعب دورها في انتخابات الرئاسة، بري يحسم الانتخابات ب2، وتيار عون يعترض دستوريا على موقف بري، جملات قد يستمر بترشيح ياري حلو إذا فشل اجتماعه مع العماد عون، الإدارة الفعلية في واشنطن تريد الاستقرار في لبنان. في عناوين المستقبل: بري مصمم على نصاب الدورتين، وفرنجية في الديمان متمسكا بالترشح، وداع حكومي اليوم وتصريف الأعمال من لمصيت به. في عناوين البناء: غارة سورية وإنذار برا للأتراك، والمعلم في موسكو والحشد الشعبي إلى تل عفر، حزب الله أحاط جلسة الانتخابات بضمانات لعدم فرط النصاب بعد الدورة الأولى، تصويت جملات والأحزاب بما يمنح عون فوزا لائقا ويريح بري وفرنجي. في عناوين اللواء: مواكبة عربية دولية لانتخاب عون وأسئلة حول الضمانات الحكومية، موفد سعودي مساء في بيروت والتكتل والقوات يسلمان بتفسير بري. في البلد: عون أعد خطاب القسم وبري يحسم الجدل، دورة لا دورتين. أيضا في البلد: معركة الرقة تلوح في الأفق وتركيا لن تتراجع، داعش يتصدى في جنوب الموصل. في عناوين الجمهورية: موفد سعودي يخرق المشهد الرئاسي، ماذا يحضر للاثنين؟ ننتقل إلى الحياة: أنقرة تتمسك بإبعاد الأكراد عن الرقة، استهداف مدرسة أطفال في إدلب، تحفظ يمني عن اقتراحات ولد الشيخ، بري يثبت الاقتراع الرئاسي بدورتين. ونختم مع الشرق الأوسط: معركة الرقة خلال أسابيع وواشنطن تعول ميدانيا على الأكراد، محمد بن سلمان نركز على الشباب في أي حراك تنموي. كان في النشرة: إضراب عام للنقل البري في جميع المناطق، قطع طرقات ومسيرات سيارة إلى رياض الصلح. فرنجي يؤكد من على مائدة الراعي استمراره في الترشح. بري نصاب الجلسة محسوم ولا حاجة إلى الإثارة. عطلة الرئاسة اكتملت في القصر كما في الشارع. لدى وصوله إلى القصر تجرى مراسم الاستقبال الرسمية كما تجرى لرؤساء الدول. الاحتفالات هي مناطقية ورح تعم كل المناطق اللبنانية. للمرأة الفلسطينية يد من حديد.
ما بخاف من حكي الناس، أنا واثق من حالي واثق إني بدي أشتغل هاي الشغل مشان أكون مستقبل لأسرتي ولأولادي. مشاهدينا هذا كان كل شيء في نشرتنا، لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا www.aljadeed.tv، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. هذا كان كل شيء في النشرة، ولكننا سنبقى مع نقل مباشر لإضراب النقل البري في جميع المناطق. إلى اللقاء.